بس هنا السؤال ان المواطن المصري من حقبة طويلة ثم ما بعد ثورة يناير حتى الان بنتكلم في يعني واقع صعب شديد الصعوبة، لم يعد قادرا على التحمل، حتى المواطن بقى عصبي جدا ومبقاش عنده استعداد انه يسمع يعني تقشف تحمل نمشي في طريق لسه قدامنا، يعني يريد انجازا، يريد ان يرى بعينه، لم يعد قادرا على الصبر ولا يستطيع التحمل اكثر مما هو فيه الان. كيف يعالج المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حال فوزه في الانتخابات الرئاسيه هذه الطاقه اللي عند المصريين بدت وكانها قد نفدت ونفد صبره؟ طب انا هبدا كلامي واقول ايه، ان مش هتكلم في الاشكاليات لان انا شايف ان الكلام فيها خلال الفتره اللي فاتت كان كتير قوي وشكلت عند المصريين فهم ان في تحديات كبيره جدا، فانا مش عايز يعني اكرر الكلام ده دلوقتي، لكن عايز انا اختلف مع حضرتك في ان المصريين ما عندهمش صبر. المصريين يمكن ما عندهمش ثقه، لكن المصريين لو وجدوا امل حقيقي بيتعمل على الارض هيصبروا اكتر من اي شعب في الدنيا. يبقى دورنا احنا اذا كان قدر لنا ذلك ان احنا حاله الثقه وحاله الشك دي لازم حاله الشك تنتهي ويحل محلها حاله ثقه كامله بالدوله بالنظام ببعضنا البعض. طيب خلينا نتكلم على البرنامج اللي احنا بنتكلم فيه. برنامج بمنتهى البساطه كده، حلم قابل للتحقيق. وهو نعم خليني اكمل من فضلك. حلم يعني قابل للتحقيق يعني ايه؟ يعني في ناس كتير جدا بتتمنى انها تجيب 90% في الثانويه العامه، كل الطلبه، لكن الفرق بين طالب بيجيب ال 90 وطالب ما بيجيبش ان واحد بيذاكر وواحد ما بيذاكرش. لا احنا هنذاكر، مش انا اللي هذاكر، كلنا هنذاكر. الحلم اللي موجود احنا بقالنا عايشين على باختصار بقى عشان كل اللي بيسمعني يقدر ده ويستقبله ويفهمه بمنتهى البساطة، احنا عايشين على مساحة من الارض بقالنا تقريبا الاف السنين، ويمكن من عصر محمد علي لغاية دلوقتي الارض دي ما زادتش زيادة معتبرة حقيقية، وضاقت علينا الارض. يعني احنا عايشين على 7% من مساحة مصر بتجمع الزراعة والصناعة والاسكان وكل حاجة، وتقسمت الثروة اللي موجودة في الستة او 7% دول بشكل او باخر على 90%. طيب هل لدينا فرصة ان احنا 90 مليون ولا 90 مليون؟ على 90 مليون، 90 مليون الشعب، بغض النظر عن عدالة التوزيع بالمناسبة، لكن احنا بنتكلم في الاخر احنا عايشين على دول. طب ممكن الكلام ده يبقى فيه تصور اخر ان احنا، وبالمناسبة قبل ما اكمل كلامي في دي عشان الكلام ده وليد جهد كبير جدا جدا من علماء افاضل ومتخصصين ومفكرين داخل مصر وخارج مصر. ده برنامج حضرتك؟ نعم. نعم. مين هم يا فندم؟ يعني هي قضية هنا دلوقتي مش مين، لكن ايه هو؟ ايه هو البرنامج يعني؟ انما جهد جماعي لكل هؤلاء الخبراء والعلماء وقابل للتحقيق والتنفيذ، بس عايز جهد مضني. يعني بصراحة كده انا لما الناس يقول لك مش لا انا هنام ولا انتوا كمان هتنام، لان احنا غير مقبول بقى ان احنا نترك لاولادنا واحفادنا ديون وعوز. عيب علينا ان احنا نعمل كده، عيب علينا يكون عندنا 12 مليون ما بيشتغلوش واحنا قاعدين. لا بقى، احنا لازم كلنا هنتحرك ولازم كلنا هنشتغل ليل ونهار. ايوه بدون راحه. نعم انا ما عندناش وقت، مش ما عندناش وقت عشان ما فيش صبر، لان حجم الجهد المطلوب لازم يكون ضخم جدا عشان الناتج بتاعه يكون ضخم جدا يكفي العوز المطلوب.